شركة المطاحن الكويتية في عمل بإذن الله يكون عمل جميل وعمل كبير اللي هو برنامج الشيف الكويتي. الشيف الكويتي الكويت خلال السنوات اللي فاتت يعني المطاعم والاهتمام بالطبخ وشفنا طلع عندنا أسماء كثيرة وكبيرة في مجال الطبخ. عوار الرأس بالبرنامج عبارة عن تعال جهز الطبخة والمطبخ والأكل والمكونات مالت الأكل وتصوير يومي لأن ورانا شهر رمضان يعني نبي نكون جاهزين قبل شهر رمضان. فحلو عوار الرأس هذا والواحد لما يبي يشتغل على عمل كبير لازم يعطيه كل جهده، فإحنا مكرسين كل جهدنا لهذا العمل. مشتركين بين الشيفات الكبار وبين ناس هاوين ويحبون المطبخ، بين أمهات تطبخ حق عيالها وزوجها وبين شاب يطبخ حق ربعه بشاليه ومخيم. خليناهم كلهم يكونون في مكان واحد وحطينا لهم معيار واحد، حطوه شيفات كبار مثل اللي أنا أشتغل معاهم في برنامج شيف الكويتي ويقيمون أطباقهم ويفوزون. برنامج بتاع الشيف الكويتي مختلف عن البرامج التانية من ناحية حاجات كتير. طبيعي بتاع البرامج بتاع الطبخ شيف قاعد كاميرتين عليه وهو بيطبخ خلاص، إنما ده مسابقات، ثلاث مشتركين، ثلاث حكام، ضيف، في تايم معين للطبخ، فإحساسه شوية مختلف. برنامج اسمه الشيف الكويتي بس هو مو متعلق بالطبخ الكويتي البحت، احنا قاعد نختبرهم على تكنيكات الطبخ، يعني في بعض الحلقات طبخات كويتية أو خليجية وفي بعض الحلقات لا أبدا، فاحنا نبي نقيس إذا عندهم كل المواصفات اللي موجودة يتأهل الشخص أنه يكون شيف يشتغل في مطعم. هذه المسابقة في ثلاثة فائزين مو واحد، الفائز الأول 10,000، الفائز الثاني 7,000، الفائز الثالث 5,000، والأهم من هذا التحديات اللي بتمر عليهم في هذه المسابقة. لجنة الحكام لجنة عندها خبرة كبيرة، الشغلة الثانية الضيف، كل ضيف معانا في هذا البرنامج هم عنده خبرة في مجال الطبخ سواء كان إعلامي أو هاوي أو متخصص في هالمجال، كلهم عندهم خبرة، كل واحد قاعد يضيف إضافاته. التحديات اللي حاطينها تحديات جدا صعبة على أساس إن لما نعطي هذا اللقب اللي هو اللقب الشيف الكويتي وهو فعلا جدير إنه يكون شيف، والمقصود في كلمة الشيف مو بس إنه هو جنسيته كويتية، لا، الهدف إنه يكون عنده المهارات الكافية إنه تأهله يحمل هذا اللقب ويمتهن هذه المهنة. نسألهم أسئلة بالطبخ تكون يعني هني نقدر نقيس إن هذا يعني هاوي محترف أو توه مبتدئ، لأن تدري الجائزة مو هينة ولا صغيرة، فاخترنا الأفضل بينهم وإن شاء الله كل شيء راح يبين بالحلقات. أنا اليوم ضيف على البرنامج وراح أكون حكم رابع في هذا البرنامج، تجربة جديدة بالنسبة لي، أنا مالي بالطبخ، ما أعرف أطبخ ولا حتى أعرف يعني أقيم بشكل دقيق أو احترافي الطبخ، لكن بتكون تجربة، أنا أروح مطاعم وأذوق، فراح أعطي رأيي في الأطباق المتسابقين. وبصراحة أول ما وصلت الأجواء جميلة جدا، الاستوديو وايد حلو، أنا مو متغدي اليوم جاي عشان نجرب معهم وممكن تيك طبخة يعني فاول فهي كلها جزء من التجربة.